والجمعية العمومية لنادي الشباب بوريان، واضح من أرقام الجمعية العمومية لنادي الشباب حاليا أنه السنة الماضية كانت كلها إعداد لتخفيض الديون كامل، يعني واضح من الأرقام كانت مبشرة جدا للجمهور الشبابي. والله شوف، بالنسبة للجمهور أنا كمشجعين ومحبين لنادي الشباب أنا أقول ساءتهم الأرقام صراحة. ساءتهم الأرقام؟ أيه حاليا؟ أي نعم. يعني في تخفيض ديون كبير عن العام السابق. أنا كمشجع ما يهمني تخفيض الديون، أنا أبغى فريق كرة قدم يعني يرفع راسي في الملعب. تخفيض الديون هذا شغل إدارة، لا أنا كمشجع لا تدخلني فيه. ما يهمني من يدفع، يهمني بس الفريق اللي لا يلعب. أنا أبغى أشوف فريق كرة قدم، أبغى أشوف. أنا شجعت النادي عشان هالفريق هذا. تقول لي خفضت الديون وما خفضت وتعطيني فريق هزيل في الملعب، أنا صراحة يعني كمشجع محبط. بس إذا كان مشجع منتمي أكثر للنادي فبيعني أمور النادي المالية حتكون معاه أكثر. لو تلاحظ شوف الميزانية اللي أعلنت اليوم، إيرادات النادي للسنة المنتهية 33 مليون. 33 مليون هذا عقد لاعب، ما هي ميزانية نادي، ما هي إيرادات نادي. عقد لاعب تجيبه محترف من أي نادي تجيبه بأكثر من 30 مليون، حرام تصير هذه ميزانية نادي 33 مليون. يعني صراحة محبطة وصادمة ومصروفات. بس يقول لك عندك الديون والالتزامات والأرصدة نزلت إلى 52، اللي يعرف الشباب يقول أنه كان عنده حوالي 80 مليون العام الماضي، الآن نزلت صحيح إلى 52. أوكي، بس صارت على حساب الفريق، على حساب يعني. وترى كلنا نعرف ان ما في نادي الشباب احد يدعم حاليا الا الامير خالد بن سلطان حاليا فقط. والله اشوف عادي، تبقى المساله يعني قدرات الاداره في الاستثمار، في اداره الاستثمار، في البحث عن موارد، هي وشطارتها وقدراتها وعلاقاتها وفكرها الاستثماري. طيب والتسويقي. طيب خليني اقول الان ونقرا خبر عاجل، هذا الخبر